مش ما تقدر تتحكم بالطيارة هو؟ اي عند ابو شاب. يلا ابو شاب. يلا يلا ايوه اشتغل بس ساكت يلا ثواني بس لان الشاشة الثانية هناك تعطينا تعتمد. بريف اول شيء. اي اعطيكم بريف. سويت بوز. اي ممتاز. اي اي بوز طيب ثواني عشان كله جاهز بس اعطينا بريف. طيب بسم الله افتحوا البريف. التيس ار بي. شوفوا الصور بس. اوه لحظة ليش ما اقدر اغير صورة واعلق عندي؟ ما شاء الله ما يكرشني. اوكي لحظة دخلني لحظة بهذا. لحظة لا 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 لحظة أنا كمان مش عم يصير كراش عم بعمل رندرينج كل جهة للطيارة. يا رب طيب العسل. ابدا معكم. انا بقرا السيتويشن اللي موجود الوضع اللي الحين فيه. يقول الاوبجكتيف اللي هي المهمه اللي بنسويها. يقول ادعم الابرامز وايضا البرادلي الى نقطه ما بين نقطه مين وكولورادو. حلو. او يتجهون من مين الى كولورادو بالنقاط بتشوفونها في الماب. سووا زوم على الماب بالسكرول اذا تشوفونها. في اللي عندها اكس احمر في البدايه نعم نعم هذا مين. ايوه. فالقوات البريه بتكون زي ما تشوفون المدرعات الزرقاء تتقدم الى مين بعدها الى كولورادو. فنبدا في مين اول شيء نظفه بعدين نوجه على كولورادو. كولورادو. طيب الكول ساين تبعي انا وياك ابو شاب اوزي 1-1 وحسين اوزي 1-2. جميل. قبل طيب قبل سان راي هو القيادة. مركز القيادة اسمه كذا سان راي. اسم ثقيل صراحة ان شاء الله. الطائرات الاباتشي الاخرى فيه مارك 1. الكول ساين تبعهم فورد. التردد 251. طيب القوات المشتركة بالهارير بتسوي لنا دعم. ما واضح والله ايش الدعم لكن بيجوا من جهة البحر. طيب الأمم المتحدة أو القوات المشتركة في معهم أواكس. الكول ساين تبعهم ماجيك. يقلعوا من الكارير أيضا. أيضا لحظة جورجيان سمول. طيب في قوات جورجية صغيرة من MI8 وهيوي وأيضا طائرات خفيفة هجوم خفيفة لـ L-39 بيساعدونا لكن قدراتهم محدودة وبسيطة. طبعا فيه جيتاك. Depending on the missing JTAC may be available to you. JTAC اسمه Axeman تردد 30. الاستطلاع ناسي اسمها والله اللي مع الاباتشي اسمها ذكرني اسمها اوكايا لا ناسي اسمها اللي باقي ما نزلت كولت. وفي عندنا درون بونتياك. طيب البولزاي يقول جنوب نهر انجويري. هذا التردد. Consult mission planner, deploy navigate force location objective. زي ما شفتوا الدعم رياح فيه رياح خفيفة بس هذا هو اللي موجود. طبعا أكيد في جينا طلبات ندعمهم عشان أو طلبات نسوي دعم قوات صديقة سواء جو أو سيت على حسب اللي موجود. نشوف أنا كذا جاهز فأبدأ توكل على الله. هذه الخطة بالصورة الأولى والصورة الثانية الأهداف. شغل أبو شهاب. يلا يلا منت امبوز يلا ثواني بس اتاكد الليزر. طيب ابو حسين الحين بنغير الكود. انت خذ برافو وحن شارلي. اوكي ماشي برافو عند شارلي لان الجي تاك غالبا الفا اليو 1688 في احتياطا عشان ما تصير لخبطه. اوكي انا اسمع صوت. ايش سمعت يا ابو شاب؟ سمعت الصوت. هذا مكتوب فوق. مكتوف فوق هذا يو اس. عارف عارف انت تدخل على البث الليلي خليك بس على طيارتك. لا لا ايوه انا اقصد اني ركبت الصوت الملفات الصوتيه البث الالي. انا مشغل طيارتك وانت عم تدخل على اليوتيوب الالي. اوكي
mines are at their hold points, awaiting your orders. Okay, sun rays out, pick them. طيب نقدر اي انا امر متقدم المين. طيب نطلب في كاس وفي كاب وسيت. طيب خلنا نطلب سيت ونطلب كاب. تاكد الليزر كود يا حسين والتسليح عندك صواريخ تاكد انها بالتساوي 6 ليزر و6 راداري. جاهزين حسين اول ما تخلص المؤتمر. Fixed wing 8 o'clock searching. Uzi 1-1 magic 1-1 انا جهزت الويب بوت 1 ابو شهاب. يلا خلصت حسين ولا باقي؟ لحظات بس لحظات عندي شوية اضبطها. لا هذا هو البولزايل عند النهر. طيب ورانا يأنا 15 يتور ويسارنا تقريبا الساعة 8 الأواكس والساعة 10 في 16 نشوفها في الأرض في اليوم. الليزر غيرت الكود الليزر ولا غير؟ ايوه غيرت انا تشارلي وانت براف. دقيقة خليني اشوف الكود. منو تشارلي منو؟ انا تشارلي وانت براف. هذا برافو 1000 2111 اي حطهم كلهم الكود والشانل لا تنسى. بس الالك شغال؟ اي شغال. شلون شلون؟ شو يقول؟ لحظة حسين، ايش قلت يا ابو شاب؟ تأكد من بساك؟ شغال ايوه حلو. لحظة وش هذا الطار اللي؟ لحظة وش هذا المجنن؟ اوه سي 130 اوكي. اوه سي 130 هذه الطار انت بره صراحة. ايوه شوف ال ادخل شوف البث اللي على اليوتيوب اللي لك انت؟ اي طيب ايوه هذا بثك. ايوه الو انا جاهز انت بدك لحتى. طيب خلني اشوف بثك واصور من برا. فنجي انا جاهز. اوكي انا جاهز كمان حطيت لي الواي بوينت 1. يلا انا بطلع. ايه شايف. يلا انا بدي اطلع الواي بوينت 1 بس احول الماب على الشات. يا ابو محمد والله نسيت يعني الواي بوينت اللي اروح عليه ياهو جد. يلا انا بدي بطلع. دقيقه هو صاير واي بوينت 3 صاير اول تارجت. دقيقه خلي الدايركت تخلي على الفور دايركت حتى راسي يطلع لي مربع بالهبط هذا هو. وزي وقت كاب بحاول بضل طاير لو كمان يفضل. اي احسن في طيارة في الجو. كابل
يا شباب اللي في البث هذه ثاني مشيت تسوي تجربة لأن هذه كمبيل القصة. إذا الشباب عجبهم وضع بنبدأ القصة من جديد بشكل رهيب إن شاء الله. شباب وحسين طيب شغل مال شو اسمه الساحات اي تمام ايش لا بس اخرج منها يخلي هو ينطي للذكاء الاصطناعي ينطي امر وارجع ادخل ما فهمت حسين عندي مشكله ثانيه دي سي اس فيه بلا اصلا ماني قادر اضبط طيب بخرج من دي سي اس من السيفر وارجع خاف التايب اقعد دقيقه خاف مخلي علي ايدج علي هلمت لحظه هلا طلعت انت من هذا اذا ما طلعت من السيرفر خليك لا خرجت لانها تمام يلا اخرج من الرول ما راضي تمام يلا دي سي اس عندي معلق في مشكله يلا اوكي هذا دخلت مره ثانيه انا اعطيت اكسبت اذا بس صرت جوا الاداء ايوه تمام ثواني بس ميراندرا يهو كيف كذا الله يا شباب ما راضي يتحرك نهائيا شو المشكلة يعني؟ لا الفقير خلاص يشتغل معي نعيد المشن؟ خلنا أجرب أروح حسين وأرجع يلا أو أفضل أني أشغل السيس بجيد لأن حتى باك سبكتيت مو راضي خلينا لا شغل محمد لحظة قبل ما انطيك موافقة لحظة خلي بس اسوي شغلة هو بس ابغى اتاكد انا ما بسوي شيء ابغى اتاكد شغال ولا لا محمد ادخل يلا طيب ادخل وياي لان اذا في مشكلة كبيرة ممكن نعيد تشغيل مش تحصل لا اسرح تشتغل التارجت عندك تاكد أشر باقي معلق اوكي دخلني اوكي شيلاي ايوه تحرك ايوه ما قلت لك تدري شنو الفكرة؟ انطي امر اني قبل ما ادخل اني انطي امر للكان انطي امر يحول هالفاير وتارجت وانطي هدف حتى يجهز الامور كاملة بعدين انت تدخل تشوف الامور جاهزة انا عارف بس مو للدرجة ذي فاهم اقبل ابو شاب يلا خلني اشوف اعطيته للهيل فاير اعطيني الواي بوينت 2 بس احد ايوه شكرا تمام عرفت اتجاه الواي بوينت 2 اوكي شغال اتوقع اني نسيت اشغل هيل فاير هذا السبب اوكي عرفت اتجاه الواي بوينت 2 هلا واي بوينت 2 قدامي هي حول لحاله اوتوماتيك انا لها طلبنا كاب طلبنا سيد
طلعوا كاس والله، بس خلي بعدين كاس، اذا تورطنا اعطيت كاس. Feel like that. How far are we going? 3 hours. How far, mate? Full away. ارتفاعكم منخفض مش حاجة الفرد. ايه ايه طالب. بس انت اذا منخفض ما راح نشوف التارجت يعني، اذا يجوز الا عندك جاي تاك. ها؟ انا معاك بس باقي مسافة. طيب جهاز الراداري 2000 اوكي مضبوط. انت ارتفاعكم تقريبا 250 مو؟ نعم. ها؟ نعم صحيح. انا على يمين، انا على يمين كمان. انزل عشان كذا بنار تنزل بدري. اوه جاي علينا هذا هوت 35 مايل. ايه ان شاء الله طيران موجود، انا طلبته والله. يا رجل ديسيس عندي معلقه كيف؟ يا الله. انزل انزل زياده انزل انزل عم بعمل تراكينج هذا. ايوه انزل اكثر انزل اكثر. انا راح انزل طفت شوي السرعة كمان مشان انزل 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 انا بنزل. ها اوكي 160 اوكي سيرشين شكله ضيعنا. اوه ب 60 وراه ان شاء الله نجابه. شوف 60 جهته بالضبط. شوف في اشوف 15 و 60 ان شاء الله نجابه. طيب جهز ويب 1 3 جاهز 16 كيلو حلو 16 كيلو. شيك الصورة. طيب يفضل نسوي هفر يعني خلنا نقول يسار الويبوت نفسه بمسافة كذا بسيطة. والله عليك هاي السالفة هذه مشكلة. يلا بروح يسار الويب بوينت انا شوي. خرجني هذا من السيرفر. والله شوف والله السالفة هذه كم بنقك؟ للأسف طلعت ما في مشكلة ما في مشكلة. تعال طاري جاهز شغالة ما في مشكلة. يلا سأجيكم على السريع. شو هذا أقصى ارتفاع قدر ارتفاع عزب؟ عادي عادي بس هو عشان طيران ما في شيء محدد أصلا. الوضع مفتوح حرب حقيقية ما في شيء واضح. أنا بروح على بحول يسار الواي بوينت ها مالت أنت. ار اس اي اس ايش قد قلت لي ساعه بالله انا يعني راح يصير نهار للمغربيه هذه يعني هذه مغربيه يعني راح يعني يصير ظلم بعد اكثر. ايوه تسليحك جاهز طاري جاهز اول بك إضاءة في الهود لو تشوفها يا أبو شهاب. إيه إيه أوكي راح تمام تمام
ايه شايفه شايف. في فوقنا طيارة شوفها يميننا 1 o'clock فوق. اوه ايتن شايف. اتوقع لي كاس، ما ودي اضرب كاس وتضيع علينا الاهداف. اذا وضعنا صعب طلبت كاس، بس المفروض ما يطلع لي مطلوب او نمكن من عادي عليه حال. اوكي انا يسار التارجت 12 كيلو. هي رفع صار اكثر بحيث تاخذ راحتك، ولو تتذكر الصوره الثانيه بتفيدك. نشوف المنطقه هون كمان تقريبا مفتوحه، يعني نقدر نطلع ونتخبى وننزل يكون افضل. ما طلعنا ايش الثريت الموجود في المنطقه. ما في شيء بس مطلع لي تي 72 وبي تي ار وبي ام بي. شغل الويبر، شغل الويبر بطيارتك، شغل الويبر شغل الويبر. تسمعوني محمد؟ سامع الويبر شغله. عشرة كيلو انا ببدا بهدي السرعه. يعني خلنا نطاق 6 كيلو اللي يبغون فيه افضل. تمام. او 6 كيلو يعني اعتبره خطر عشان الصواريخ في بي ام بي وبيتار. مو قال 15؟ اي شيء 12 اوكلوك. اي 12 اوكلوك تامنا لازم. او انه 15 يا اس اي 15 يا 15 واحد منهم. الا 15 اشوفها قدام. اتوقع ان هي لا، بس هذه حركة مك. لا متأكد. لا ما اظن مك 15 واحد تسحب. وفي ضرب على المنطقة شوف. ايوه شاف تريك لي. ايوه اي هذا الفيستين. يلا انا ببدا بعمل بجهز حالي على الهفر. 9 كيلو انت باشر بح سامها لك. يفضل تبدا الارتفاع، بس كم باقي؟ 8 كيلو. ابدا ارتفع شوي احسن. يلا باشر ارتفع على الخفيف حتى نلحق على النهار شوي عشان يكون الوضع سهل شوي. في شيء انفجر على يسارنا 11 اوكلوك قريب مننا كثير. بالله عليك ما شاء الله. اي والله في الجو ولا في الارض؟ بالارض والله. ممكن درعات الدبابات، خلينا نشوف وينهم بالضبط. طلع على ال 11 اوكلوك عم بصير شيء، بس ما بعرف. اي شايف الابرامج ممكن يطلقون، ممكن يرمون ترى. اوكي اذا ابرام خلص معنا يعني. طيب في انا عم برتفع، ها انتبه. اي وروح يسار حتى، لانهم تقريبا يسار التل هذا والجبل. اي وارتفع اكثر. اي عم ارتفع. مليان عطخ شجر، ما ابغى كواب خالص. فيكست وين كلهم فريندلي، وضع مستتب. تمام. والله بدك كويس يا حسين. 104 غريبة طلع عندنا رادار سيرشنج 11 اوكلوك طلع عندي على هي كمان. عليك اتوقع انه بعيد هذا زي المرة الماضية. حلو ارتفاع كويس. خلنا نشوف ايش هذه. اثبت على الارتفاع. أيوة ولا اطلع كمان. هذه دبابة شايفها؟ ايوه
رح نثبت على الارتفاع. انا جاهز جاهز لحظة. ايوه جاهز. بدك تطلق تطلق. طيب صور من برا، تعرف حركاتك جاهزها؟ لا لا انسى، ما وقفت انا بجهز طيارة هافر. لحظة خلني انا اصور من برا. اوكي رايفل. اوي يعني الله لك حلم. طيب خلنا نشوف واحد ثاني. ثانيتين تقريبا. انا فيني اطلع لبرا هلا. وشاك شاك يعين عليك. طيب ايش رايك تصور عند الاطلاق وتصور؟ اي بصور. اي اي هذه الدبابة شايفها؟ تحرك تحرك بس خله. اذا ترمي لي. اوه جا ورا الشجر. ثبت. روح يسار روح يسار شوي. يلا النويز يسار ولا الطائرة كلها على اليسار؟ الطائرة كلها يسار. طيب تزحلق يعني. اوف 29 تراكينج جاي علينا؟ اوه جاي علينا هات. الله طلع تراكينج. يلا ده بس اوقف ثبت حالي. ثبت. طيب لحظة. لحظة لحظة ايوه كيف صرف راح يسار وينزل يمين. والله مشكلة هذا. إذا ودك تنزل أنا هافر شاك. باقي بعد شوي. أيوة أوف والله أخطأ. ها؟ والله أخطأ أخطأ. ثواني ثواني أنا غير سلاح. أخطأ والله بشكل غريب. طيب غريب ولا؟ تبون صور برا بس هذا ليزر يعني لازم يكون متقي. رايفل ورته من برا. والله اثنين لا لا معمل تفتيح حلوة. لحظة يا رجل ضرب وراه والله يستعبط. ثواني يستعبط سلام. صرخ ثاني رايفل. شوي شوي صار بشار ليروح يقطع الليل. اوه هذا كمان في وقت في وقت واحد. شاك شاك خير. في دبابة ثالثة قبل ما نقول نتحركوا. صار ميكس 20 يسار من 9 اوكلوك بس وراه الفتي. ايه والله مع الفتي. هذا تحس التريبل اي اللي في الارض صح؟ ايوه هذه دبابة. ما لي ادري انا اشوف انا بس بحاول امسك الطائرة كاني في رياح. روح يمين ابو شهاب كان في عمود كهرباء خاف صرخ يضرب فيه. اروح يمين؟ ايوه زحلق يمين. جاهز؟ تمام ريدي. عشان اصور من برا. رايفل كذا وضع كويس كذا وضع كويس. شاك شاك حلو. في تريبل اي شايفه يسار كويسني شفته انا كنت متورط شيله. لا روح روح يسار الزومه راضي. روح
Show yourself, show you. Fixed wing, 12 o'clock, tracking. Fixed wing, 12 o'clock, tracking. والله غريب بس بيت زوم مارو. كيف كذا؟ ايوه ايوه بس بس خلاص اثبت اثبت. يلا. ما راضي يمسك على تصدق ما راضي يميز. ليش؟ لانه صغير. احنا 4 كيلو قريبين على التارجت، خليني ارجع شوي لورا. لا لا قرب منه ماني قادر اسوي عليه نقطة. طيب. وهو اخطر صراحة واحد فيهم. يا اخي تحس الا هو اللي يجيك اكياس رب. ما في لوك عليه؟ ماش راضي يسوي لوك. اخاف لو رميت يدوي مع هزة الطريق الوضع صعب. اذا قدرت تسوي هفر اقدر. ايه طب اذا خليك لك انا ساي هفر. قادر اساي هفر بس اعطيني شوي وقت. طيب وينك حسين؟ ايوه حسين قرب. تعال حسين يسار. ها تعال عندنا يسار. ولا وضع كويس حسين، وضع كويس. خليك بالمنطقة هذه. الاهداف ثلاث دبابات. الهيدنج 301 شوي يسار. صار شوي معي. ثبتت مش هاب؟ لحظة. ايوه شفت هافرينج. شفت يلا يا ابو محمد. بس خلي الطيارة تثبت بقى. طيب. حسين شفتها ثبتت فينا اكثر منك. شيء ثاني. تعال معنا. خلي بس اقترب يصير بالرينج. ارمي اذا بدك. يلا بسم الله رايفل. يا رجل ليش ضرب وراه؟ والله يقهر. يقهر يقهر صراحة. لو راضي يسوي لوك ولا شيء. طيب ليش يسوي زوم اوت؟ جرب جن بس مش كبعيد. كان بده يكون على 3 كي. طيب خلي لي خلي عندي فكرة، أخلي القوات البرية تتقدم هم ياخذون أحسن. أعطيهم هم. يلا. روحوا مين؟ واللي بعدهم بضعة. لا محمد ما يفيد ما يفيد، أنا يخرجني. لا عليك. شنو والله العظيم هذه من صار هذا التحديث الأخير؟ أوف سخف. والله ضجت. عوافي عوافي. ابو شاب روح يمين، لا شايف التل هذا الجبل يمين، روح يمين. الجبل اللي يمين روح تجاهه يعني؟ روح يمين ايوه، في اهداف وراه. بس تكشف من نفس جهة انك وراه. يعني انا اعطيك الاهداف بالضبط هيدينج. ترى انكشفوا من ال من قوات صديقة. قوات معادية اتجاههم 12 بس لا تروح باتجاه هذا لا. لا لا روح هيدينج 70 يمين. تقريبا هيدينج 70؟ ايوه يمين ايوه سيدي ايوه شغل لنا البث ابو محمد ما يفيد خلينا نشوف البث اقل لا شوف البث اليوتيوب اقل بث اليوتيوب احسن ماشي لان لو شغل البث بيصير عندي بثين عرفت بث واحد سبحان الله هذا حظ مال مال عوافي انا رايح بالهيدنج 70 ها خليك مركز معي تطلع علينا اطلاق الجيتا ما كلمنا والله اللي هو اكس ما ايش خرج اكيد المشكلة كانت اكس ما لا هذا والله غير شرفرات للذكر الباطل والله يخرج شوف اخر محاولة. طيب اشوف البرامج اللي بدأت تكون يا بشاب. ما فلتوني اول هدف يمكن. عوافي عوافي. اقول ما فلتوني اول هدف. والله ما جبنا الا مكتراتة بس. وفيها صوت. والله ضيع صوت.
خلي احاول احاول هسه عمي راح اجي. هذا انا رايح هسه مضبوط؟ ايوه ولا في شيء تعديل على الهيدنج؟ باقي 6 صواريخ. عادي فوق الجبل. اذا بتسوي هفر فوق الجبل اذا ما في خطر عليك. الاهداف هيدنج 340 يسار تقريبا تنكوك، بس لازم تعدي الجبل او تكون فوق اعلى نقطة على الاقل. قدرت تشوف شيء من الاهداف؟ نحن راح نوصل اعلى نقطه في الجبل. ها ما علم، بس الاهداف يسار مره، يعني تقريبا 8 o'clock. يلا نشوف المكان الامن لك بعدين اعدل الاتجاه. اعطيك الاتجاه لحظه. هو قال 11 ايه اعمل لك كفر هون ولا وين؟ خلنا نشوف الهيدنج. اوه في تراكينج علينا سي 11. ممكن بعيد ما عليك كمل. تراكينج ايه اللي تراكينج لازم هون. اجل اجل انزل تحت، لا تكون فوق الجبل، انزل. ما وين انا فوق الجبل؟ بالسهل بالسهل، لانه هو اللي كاشف الارتفاع هذا. كمل كمل تحت يمين. يلا يلا. حاول اعمل بحث قدامك اذا في شيء. لا لا الاهداف يسار شوي، موشي ما اقدر. عم ننزل ها؟ اي شيء معك؟ اوكي اشوف دبابه صراحه. هذه كيف شفتها كذا فجاه؟ اوكي اوكي طيب أوكي. يلا شايفها شايفها شايفها. اوكي يلا راح ابدا انا هفر. المشكله عندها شجره. اوكي مسكت عليها. لحظه اخذ معلومات. اعطي معلومات الصاروخ. 6 كيلو تقريبا جاهز. لحظه لحظه بس خلي الطير تصير. في شيء علينا. اوه بنزل 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 بنزل. خليك مالك روح روح بس بعيد مستحيل علينا. كيف كذا؟ اس اي 11 تراكينج. اوه قال لي اي بس ما اطلق علينا بس تراكينج بشار. بس في صاروخ كان طاير. لا لا هذا قلنا اللي شفته دبابات ترمي بشكل غريب. يا اخي انا شايف بالفلير. اجل صديق يمكن صديق معلن. يلا نبدا نطلع. اوكي شاك ايش شاك بس ما ادري جبته ولا بالجبل. والله خليني ابدا ارجع الشجره للاسف. طيب يلا انا برجع بعمل هفر. خليك خلينا نشوف هدف ثاني. معلش انا عملت مناوره مع ذاك الامان يفضل يعني ما يصير مثل كل مره. شاف شاف في شيء يفجر. خلاص قاعد تضرب. يلا جاهز لحظة اخذ معلومات. جاهز رايفل. يا شايف بجرعه اكيد معارك بريه او نعم نعم يا معارك بريه في شيء ثاني. 9 ثواني. اوه ترى الجو ضباب صحيح. ايه انا مشغل الفلير. في شيء انضربت شاك حلو. أيوة ولع ولع. خلنا نشوف الثاني اللي ما تفجر يشوف تحرك. شايفه هذا هو. هذا ترمي لي. لحظه لحظه يا اخي الحركه حلوه. شوف تقول ماسك علم. جينا مكان اسوأ. في شجر ما ينفع كذا. خلينا نشوف غيره. لا ما ينفع او غير موقعك. ما اقدر استهدف لان بالضبط بينه وبينه شجره وضاع صاروخ كل شيء بسبب المشكله هذه. يا يعني انك وين اروح طيب؟ افضل انك تروح يسار.
يسار زحف يسار او سلايد. ايه تمام انزلاق. خلنا احول راداري مو راداري الليزر. اودي اوفر الراداري صراحة. بس صار منيح اللي بشان اوقف ما ضل مشي. اوف اوف والله في شيء قاعد يضرب هناك. حلو حلو. كم زيادة كم زيادة شوي شوي يسار. لو تحط احد شاشاتك البوت بتشوف ايش انا اشوف. بالضبط مضبوط مضبوط كذا انا اشوف كذا كويس. بس شوي يسار شوي يسار. رايحين على اليسار رايحين. انا اخاف يطيع في الشجرة. طيب انا اوصل اجل خلنا نطلب كاس. اوه والله يمدي نطلب كاب من جديد. خلنا نطلب كاب نسيت. ايوه كذا مضبوط. جاهز؟ جاهز. حلو قربوا. لا لا الدبلات قربت. لا رامز هذا رامز. باقي ثانية يوصل صاروخ. هوب نقول شاك ان شاء الله يضرب فيهم في الشجرة. هوب تأخر تأخر والله. كيف كذا والله ضاع. اي عم نسيت انه بالليزر. تكفى نسيت صاروخ ليزر. ابو شاب نسيت. يلا بسيطة. ثاني واحد ثاني رايفل. واحد ضيع صوري بشكل تافه. كم الفيول؟ لا فيول 500. لا في فيول. ثلاث ثواني. شاك. شاك يعني عليك. حلو باقي واحد. وين هو؟ ارتفع شوي ابو شاب لاني ماني راضي. يلا يا اخي في خط هنا ماني شاب. وين الضرب هذا؟ بعرف مدفعيه هنا ترى من ليش صار. هذا وش هذا؟ والله ما ادري. اوه في شيء انضرب قدامنا شايف؟ ولا انت عم ترايب بالبوت بس؟ انا اقول لك في انفجارات شكله اخويا يرمون. شكله عنده مدفعيه عنده. خلنا اتاكد. انا برتفع ها؟ اي انا متوقع ان عندنا مدفعيه. ايه بس انا برتفع. باقي دبابة ماني عارف وين بالضبط. ايش هذا؟ ايوه ايوه شفته شفته شفته. الف الف. هي يا عين عليك. ثبت؟ ثبت ليزر اون. لحظة. لحظة. أنا جاهز أرمي. ها؟ لا انا من برا هلا ارمي انت. اوكي اجي ارمي من داخل بدل من برا. اسوي زوم. رايفل ما رميت. اصبر. اوه صواريخ خلصت. باقي رايفل. خلاص حول راداري. بس ترمي لي. اقول رايفل. باقي صاروخ واحد. كيف؟ باقي صاروخ غيرها. طيب باقي ثمان ثواني. اثنين واحد. ايش الانفجار فوق؟ اوكي اوكي على بالي انفجر. شاك شاك. اوه في شيء انفجر جنبه كمان. يعني انا اقول لك في شيء يضرب هنا بس ماني متاكد وش. ايه ايه مدفعيه كاني ضربت. طيب باقي فيها كم دبابه امامنا؟ نضرب واحده ونسوي ار تي بي. ننسحب تمام. طيب اروح هيدنج. اتوقع النقطة اللي بعدها اللي هي واي بوينت 4. خلنا نجهزها لك. دايركشن 4 جاهز. واي بوينت 4؟ خطرة الواي بوينت 4.
بس اروح اتجاهها مش بالضبط عندها. طيب كم نبعد؟ هم على طرف المدينة تقريبا 6.5 كيلو نبعد، يعني المنطقة خطرة ولا ها؟ 8 كيلو، لا هم بعد بعد شايف الخريطة في مدينة هم على حدودها تقريبا، هم على حدودها بس ما أشوف وين، والله ما أدري إذا في شيء ورا الشجرة. الفيول صار له ها؟ مالك مالك، صاروخ واحد بس انسحب. تمام. ارتفع يا ابو شاب لان الدنيا شجر ما شايف شيء. انا ارتفاعي راح يصير 2000. ترى نحن قريبين من المنطقة اللي كنا عم نهاجمها، يعني خايف يكون في شيء يجيبنا هلا. لا لا ما عليك بعيد ترى، ما عليك. طيب. ايش هذا؟ تراكينج اس اي 11 ها علينا تراكينج. اوكي لحظة هم قريب بس ابحث شوية. والله انا خايف من التقريبة. نبعد على الهدف. انا بعلمكم ايش ينفجر على يميننا قريب كثير. 5.5 كيلو. اوكي هم عند مباني بس ماني شايف في اكثر من تراكينج علينا صار. ها اشارة. ايوه شفت دباب حلو. فورورد فيو افتر وورد كله لو صار. جاهز 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 ارمي. خلنا نعطيهم امر يتقدموا. يلا روح كلورادو. ابو محمد اترخص اترخص انا اروح على الجامع والله. اعطيني اعطيني الواي بوينت لار تي بي. ما سبحان الله ما صارت يا ابو نعتذر ما ادري هذا فاهم. الواي بوينت لار تي بي ما في مشكله ما في مشكله. لحظه يا ابو شرطه كنت بطالع ابو شرطه. بعيد بعيد عادي ما عليك بالرمي اللي تشوفه شاك. ايوه شاك. طيب الار تي بي اتوقع واي بوينت 5. شوف اطلاق النار شايف. اعطيني الار تي بي بسرعه ما تاكلها انا برجع. ونرجع بالسلام ونهبط. هتفلي الواي بوينت؟